مخرج افلام الاثاره وتكون نهايته في منتهى الاثاره، مخرج افلام الغموض وتكون قصه موته وقتله في منتهى الغموض، مخرج افلام الرعب وتبقى قصه قتله هي اصعب قصه رعب. نيازي مصطفى، اهلا بيكم في الاكسلانس بتاع زمان. صباح شريف اللي بيشوفنا بالنهار، وبونسوار اللي بيشوفنا بالليل. انا الاكسلانس بتاع زمان، جيت احكي لكم حكايات زمان الجميل، وبالمره اشوف زمانكم. هكون ممنون قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتوا الجرس، او يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك او على انستجرام او على تويتر او في اي حته. حد يتصور ان اللي اخرج افلام لنجيب الريحاني وفريد شوقي واكبر نجوم السينما يموت مقتول؟ اللي اخرج اعظم اعمال الرعب يموت مقتول؟ وكمان القضية لغاية دلوقتي تتأيد ضد مجهول، مع انها من 36 سنة بحالهم. الله يرحم المخرج الكبير نيازي مصطفى. نيازي مصطفى واحد من علامات السينما المصرية، بيعتبر من اهم المخرجين. اتولد في اسيوط سنة 1910 لاب سوداني وام تركية. درس في المانيا في معهد الفيلم الالماني ورجع مونتير، وكمان مساعد مخرج ليوسف بيه وهبي. وهو في اوضه المونتاج نيازي مصطفى حب المساعده بتاعته الفنانه كوكا، واللي بعد كده مثلت وطلعت في افلامه زي عنتر بن شداد وانكل زيزو حبيبي. اول فيلم يخرجه نيازي مصطفى كان فيلم سلامه في خير سنه 1937 بطوله نجيب الريحاني، وبعدين اشتغلوا تاني مع بعض في فيلم سي عمر. لكن نجيب الريحاني كان بيتدخل على طول في شغل الإخراج، فنيازي مصطفى اختلف كتير مع نجيب الريحاني، ساب الفيلم بعد ما صور نص الفيلم. نيازي مصطفى كان مخرج بيحب يستخدم الخدع السينمائية في أفلامه، وكان سابق عصره فيها زي أفلام سر تايت لخفة والعتبة جزاز وفتوة الناس الغلابة و30 يوم في السجن. الغريب إن في أفلام له قدمها كذا مرة بنجوم مختلفة، يعني طريقة الإخفاء اتقدمت مرتين على فيلمين، وعنتر ابن شداد اتقدم نفس الفيلم مرتين وبرضه على فيلمين وبنجوم مختلفة. ومرة كان نيازي مصطفى بيخرج فيلم اسمه رابحة، وكان في مشهد في الاستوديو مطلوب فيه مجازيب وشحاتين. نيازي مصطفى بص على الكومبارس اللي هيقوموا بدور مجازيب وشحاتين، ما اقتنعش بيهم، ولانه كان بيقعد كتير على قهوه الفيشاوي في الحسين وبيشوف المجازيب الحقيقيه، طلب من الريجيسير انه ياخد عربيه ويروح يجيب المجازيب الحقيقيين من الحسين. وراح الريجيسير والمجازيب ادوله حته علقه محترمه، لكن نيازي مصطفى رجع لهم بنفسه ومعاه بقى وجبات لحمه وفته، وحمل المجازيب على عربيه الانتاج وتصور المشهد. لكن اهم لحظة مثيرة في حياة نيازي مصطفى كانت بعد تصوير اخر يوم من اخر افلامه الاوراداتي، كان يوم 19 اكتوبر سنة 1986، وفي شقة نيازي مصطفى في حي الدقي في القاهرة، طباخ نيازي مصطفى دخل عليه اوضته، لقاه على السرير ايديه مربوطة من ورا بكرافتة، وشرايين ايده مقطوعة، وفي فوطة على بقه، والسرير كان كله دم. اتقتل نيازي مصطفى. للأسف الشرطة والنيابة معرفوش مين القاتل لغاية دلوقتي لسببين. الأول إن جثة نيازي مصطفى اتنقلت من مكانها قبل ما يجي رجال البوليس والنيابة، والسبب التاني إن البوليس والنيابة لقوا في شقة نيازي مصطفى 72 بصمة مختلفة، وده اللي زود الغموض أكتر وأكتر، وتأيدت القضية ضد مجهول، ومحدش عارف لغاية دلوقتي مين قتل المخرج الكبير نيازي مصطفى وايه سبب قتله. باردون طولت عليكم. عنتر يا ساحي جلعدة، يا مخلي عبدة سيدة، غيرك ما يجاوب الندى يوم الغارة المدبرة، ساعدك ساعد يا عنترة، ايه نصر وعزة ومقدرة. تعرفوا ان الاغنية دي كلمات بيرم التونسي بنفسه والحان علي اسماعيل بنفسه في فيلم عنترة بن شداد.